الحشيشي حول مخاطر الاختناق بغاز ثاني اكسيد الكربون او كل غاز مسمم للحياه البشريه، خاصة ونحن في بداية دخول فصل الشتاء، أين تنتشر هذه المخاطر وخاصة في البيوت والمنازل. ما تبلكش تروح تشعل وطول، لازم على الأقل دير عملية مراقبة وصيانة، تراقبوا بلك مليح مليح، في خلل لازم دير له عملية صيانة، عملية صيانة يديرها إنسان راح يكون مختص. كاين عادي اكسيد الكربون، واش كاين وعلاه يقولوا الاولى يقولوا الاختناق الثاني يقولوا تسمم؟ مرحلة التلاعب كنا تمشي في التطور تنتهي في مرحلة الوفاة. ما قلنا تنظيم حملة تحسيسية للوقاية من خطر الاختناق وتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، حيث تم تقديم الشروحات لهذه الظاهرة لفائدة المتربصين على مستوى مركز التكوين، مع تدعيمهم بتوزيع مطويات في هذا المجال، كما بالإضافة إلى تدخل الفاعلين معنا في هذه الحملة التحسيسية. قادر أي واحد فينا يحتاجها في حياته اليومية. خلينا نشوف مع بعضنا بعض الحالات كيفاهم فرج وضحية عن طريق الإبعاد المستعجل. هذا بسيطة قاموا بها في وقت قصير جدا. عندنا أول طريقة هي طريقة السحب من الأيدي، يقوم بعملية سحب من الأيدي، يحكم ضحية تاعه ويسحب ويمشي بها. عندنا الطريقة هذه كرافات ولا كول ولا اي حاجه اللي ممكن فايل اي حاجه اللي ممكن شوفوا واحد يديرها الناس بالطريقه هذه قمنا اليوم بحملة تحسيسية لفائدة مركز تكوين حمام دباغ. شملت هذه الحملة حملة تحسيسية لحد من الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، كما تم تقديم يعني جملة من الإسعافات الأولية في حالة وقوع الضحايا. أكبر قدر من الأعضاء.